هذا البلد العريق فلسطين، أرض الديانات والرسالات والذكرى العطرة الطيبة الإسلامية والمسيحية، لابد أن نهتم بها ونضعها نصب أعيننا. اليوم مصر بقيادتها الجديدة الوطنية المخلصة، متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الوطني المخلص الذي يعيد لنا أمجاد الاهتمام بالأمة العربية مع اهتمامه بالشأن الداخلي تماما، لأن مصر الاهتمام بمصر داخليا هو جزء من اهتمام مصر بأمتها العربية. الأمة العربية فقدت صوابها عندما تخلت عن القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية هي القضية المحورية لأنها مرتبطة بدولة عنصرية إسرائيلية يهودية زرعت في قلب الأمة العربية. هذه الدولة لها أخطار ولها مآرب ولها أطماع في الأمة العربية من النيل إلى الفرات. هذه الأطماع تجعلنا لا ننسى القضية الفلسطينية. هناك اختلافات بين الأمة العربية وبعضها، واختلافات وخلافات وشقاق بين الإخوة ذوي الوطن الواحد في فلسطين، انقسموا إلى فتح وحماس، وحماس مدفوعة بدفع من الخارج من تركيا وقطر وإسرائيل ليزداد الخلاف بينها وبين فتح. القضية الفلسطينية مرت بعدة مراحل، نوجزها علشان وقت حضراتكم. الرئيس سادات أعطاهم فرصة بعد كامب ديفيد أنهم يتحدوا وياخدوا حقهم وهيساعدهم في ذلك. كان هناك من يحرضهم على عدم الالتزام بما طلبهم به السادات، ومرت هذه الفترة دون أن يحققوا أي مكاسب. جه الرئيس الأسبق مبارك لعب نفس الدور وحاول أن يصلح بين فتح وحماس، وهذه المصالحة استغرقت وقت حسن مبارك كله، وأضاع وقته في محاولة المصالحة بين مصر وبين الفتح وحماس. كل هذه السياسات كانت خاطئة من وجهة نظري التحليلية الاستراتيجية، كانت خاطئة. لماذا؟ لأنني أعتبر أن تقدير الموقف كان يستلزم أن نجزم على أن حماس لا تستحق أن احنا نضيع الوقت معها، ولكن يجب أن نقوي فتح والقيادة الفلسطينية الحقيقية التي خلفت الرئيس الزعيم والشهيد ياسر عرفات. فكان يجب أن نقوي علاقتنا بفتح وندعو لدولة فلسطينية ونسير إلى الأمام، ولا نلتفت لحماس ولا نعير حماس أي انتباه. لكن السياسة غرقت فيما بين حماس وفتح، وإسرائيل زكت هذا. ثم جاءت فترة محمد مرسي لمدة عام، قضاها محمد مرسي في تقوية علاقاته بإسرائيل وبأمريكا على حساب القضية الفلسطينية، وتاهت القضية الفلسطينية فترة محمد مرسي. ما بل أنا شاهدت بنفسي في غزة بعد أحداث غزة قبل الماضية في وجود محمد مرسي، وكنا وفد من مجلس الشعب رحنا غزة، لاحظت شيء محير جدا، مدى التوافق بين الإخوان وبين حماس وإسرائيل. يعني كانت الطيارات بتضرب في مكان،
كانوا بيتصلوا بحماس وبيتفقوا مع بعض الإخوان اللي كانوا معانا في الرحلة ومع حماس، قولوا لإسرائيل ما تضربش المنطقة دي لأن الوفد رايح المنطقة دي. كانت إسرائيل بتنقل الضرب إلى مناطق أخرى. كل هذه ملاحظات تؤكد على أن الإخوان وحماس وإسرائيل على خط واحد. عام من الشقاء مرت به مصر وهي فترة حكم الإخوان. احنا الآن أمام وضع جديد قوي يجب أن نستغله، وهو إيه؟ وجود قيادة وطنية مخلصة بتقود مصر. أسجل أمام حضراتكم بعض الاعتبارات في عجالة لتكون القضية الفلسطينية محور الاهتمام. لابد أن نبدأ من شرق قناة السويس، من سيناء، بمعنى لابد أن نطالب، وطلبنا قبل ذلك بأن الإخوة في سيناء يأخذوا حقوقهم كاملة ويكونون عونا لنا كما هم دائما في دعم موقف مصر من منطقة الحدود مع فلسطين المحتل. بداية أهلنا في سيناء يأخذون حقوقهم في تملك من الأرض، ثم يتركون الشريط الحدودي للقوات المسلحة لتقوم بدورها في تأمين حدود مصر الدولية. لو تأمنت حدود مصر الدولية تماما، نلتفت بقى لما هو أبعد من ذلك إلى تقوية العلاقات مع فتح والوزارة الحقيقية المنتخبة في فلسطين والموجودة في رام الله. بعد كده نكثف من جهودنا في المطالبة الدولية بالاعتراف بدولة فلسطينية. بعد أن يتم الاعتراف بدولة فلسطينية نكون في حل من أي اعتقادات سابقة بأن إسرائيل قد يطول أمدها. نتخلص من هذه الفكرة نهائيا، لا، ونعود إلى الفكرة الأصلية اللي بتقول إن إسرائيل في يوم من الأيام لابد أن تترك الأرض للفلسطينيين. إذا تواجدت الأعمدة البنود الرئيسية دي، أقوي علاقاتي في سيناء، أقوي أهلي في سيناء تقوية ويمتلكوا الأرض، يكون لنا خط دفاع أول كما كانوا من أيام الهكسوس وأيام التتار وأيام المماليك والمغول وأيام ما كانت سيناء دي هي حائط الصد رقم واحد لحماية مصر من أي شرور من الخارج. هذا المفهوم لابد أن يعود، ثم تعود الدولة الفلسطينية تتملك أمرها متمثلة في الحكومة في رام الله، ثم نطالب دوليا بأن تكون فلسطين على حدود 4 يونيو دولة مستقلة ذات سيادة، ثم بعد ذلك نقوي الدولة الفلسطينية ونكون على بينة وعلى عقيدة بأن إسرائيل في يوم من الأيام لابد أن تزال من الوجود. هذه المفاهيم إذا اقتنعنا بها، وأنا واثق أن القيادة الوطنية في مصر مقتنعة بهذا، وبدأ فعلا الرئيس السيسي يأخذ خطوات إلى الأمام في طريق حث الدول الأجنبية على الاعتراف بدولة فلسطينية على الأرض الفلسطينية العربية. كل هذه الأعمدة والبنود الرئيسية لابد أن نتمسك بها أولا حتى نبدأ في تنفيذ هدفنا الأساسي وهو إقامة دولة فلسطينية. احنا بنقول ان مصر داخليا بتهتم بشأنها الداخلي هذه الأيام، وفي نفس الوقت القيادة السياسية قيادة واعية نظرها على الخارج وعلى فلسطين وعلى قيام دولة فلسطينية، وهذا شيء محمود يجب ان نشيد به ونحيي به الرئيس
السيسي على تمسكه بهذا المبدأ، نهتم بالداخل، نعيد ترتيب البيت، نقوي علاقات المصريين ببعضهم، نعود الوفاق والوئام، نتخلص من الإرهاب والمتأسلمين الإرهابيين اللي بيهددونا بين اليوم والآخر، ثم بعد في نفس الوقت نبقى نظرنا إلى تقوية إخواتنا وأهلنا في سيناء يكونوا على قوة وأرض وأرضهم ويتملكوها، ثم بعد كده نقوي حدودنا، ثم بعد كده إحنا في نفس التوقيت نعمل مع الخارج ومع الدول المحبة للسلام على إقامة الدولة الفلسطينية. وهذا ما يحدث فعلا حاليا، وهذا شيء مبشر، وإحنا أنا يعني متفائل جدا من الفترة القادمة هي فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.